يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تأخير الصلاة مع الجماعة للقيام من أجل القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم، إذا كان ما يزول المنكر ولا تضبطه، ولا تضبط المنكر إلا إذا ذهب وقت صلاة الجماعة فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا يؤم الناس، ثم أذهب ومعي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فإذا توقف إنكار المنكر وضبطه على هذا الوقت فلا مانع. نعم.